استاذ خالد بلشي، اولا مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ زي ما بقول كده لاول مره بنجد رئيس الجمهوريه بيتكلم على الصحفيين والبدل. ايوه يا فندم، هو المره دي اول مره يعرض كلام البدل فيه خطاب رئاسي واضح بالشكل ده. وزي ما انا عايز اخد من كلام حضرتك في المقدمه ان الحقيقه النهارده مثلا واحنا بنطلع بيان النقابه بالاشاده بالقرارات وتسمينها، كنا بنقول الكلام اللي حضرتك بتقوله على موضوع الدخل، وبنطالب المؤسسات حتى تحط يعني تطبق الحد الادنى من الدخل على الصحفيين اللي هو المعلن النهارده اللي هو 4000 جنيه. 4000 جنيه ده كثير من الصحفيين ما بيحصلوش عليه اصلا. فاحنا مثلا جزء من المطالبه ان النهارده الرئيس رفع الحد الادنى للاجور في القطاع العام هو والحكومه ل 4000، فاحنا بنقول للمؤسسات طبقوا ده بشكل واضح، ده دعوه ان انتوا تلتزموا بقرار رئاسي بتطبيق حتى الحد الادنى المعلن من جانب الرئيس اللي هو 4000 جنيه. استاذ خالد، لانه الصحفي ان بعض الناس ممكن تقول لك ايه الصحفيين بيقبضوا قد كده الاف، ده القطاع الاغلب من الصحفيين بيقبض تحت الحد ده. ده احنا مجلس النقابه من شهر بس خد قرار برفع الحد الادنى لعقد الصحفيين ل 3000. كان في زملاء بياخدوا 1200 بس العقد كان 1200، وبعضهم وانت حضرتك عارف الصحفي عامل ازاي بسبب الاوضاع، بعضهم ما بيحصلش على الاجر ده. صحيح. حتى ال 1200. نعم. فطبعا زياده البدل هي بتبقى زياده مهمه، خصوصا هو بدل معمول للتدريب والتكنولوجيا. ايوه. واحنا في ظل تطور تكنولوجي هائل. فالمواجهة ده نفسه محتاج مصاريف عاليه للاسف الشديد. نعم. اكثر من 150 تحول لدخل رئيسي. نعم. او لجزء كبير من دخله. فطبعا لما الاشاره دي تطلع النهارده لابد من شكل رئيسي، ولابد ان احنا نقول يعني، لان ده معناه ان كثير من الزملاء يعني يعني بيحسوا ان هم على الاقل تم تذكرهم يعني. استاذ خالد، ربما سياده النقيب دلوقتي احنا بنتكلم على ده جديد ولا القديم بدل لغايه دلوقتي؟ للحق لغايه دلوقتي التفاصيل احنا بنتكلم، بنحاول نتواصل مع الحكومه لمعرفه طريقه التفاصيل بتاع التطبيق بتاع التوجيه الرئاسي النهارده. بس انا عايز الفت النظر لشويه حاجات حتى في التوجيه الرئاسي. فضل. لان بعض الناس هي فكره الاعضاء التوجيه الرئاسي تطبيق البدل على الاعضاء المقيدين بالنقابه، وده توجيه مهم لسبب محدد. اعضاء النقابه كل اعضاء النقابه نتكلم على كام؟ 10 11 12000 10000. احنا عندنا جزء كبير من اعضاء اللي هم المقيدين لا يحصلوا على البدل. جزء كبير، فده الاعضاء المقيدين ده توجيه كل الاعضاء المقيدين. ايوه، مهم النقطه دي، يبقى جميل. لانه سياده الرئيس توجيهه كده النهارده الاعضاء المقيدين. ايوه، المقيدين يبقى ده يشمل اللي تعطلوا واتمنع صرف بدلهم، ويشمل الاهم اساتذتنا الكبار اللي هم تجاوزوا سن المعاش. نعم. واللي بيضطروا في بعض الاوقات عشان يأمنوا حياتهم. نعم. لانهم يشتغلوا بعقد صفري في المؤسسات، انهم يبحث عن اي عقد عشان ما يطلعش على المعاش وعشان يواصل صرف البدل التكنولوجيا. فده المفروض لما يبقى كده، فهو بيبقى كده قانون النقابه الانتقال من جدول المشتغلين لجدول معاشات اختياري. نعم. كده يبقى اختياري. انما قبل كده كان بيضطر ينقل عشان يحصل على معاش النقابه. نعم. يعني يضطر ترك مهنته عشان يحصل على معاش النقابه. نعم. فانا على الاقل رقم واحد الاعضاء المقيدين في النقابه دي هتخدم كثير من الزملاء المتعطلين، هتخدم كثير من اللي ما بيحصلوش على البدل. نعم. هتخدم زملاء يعني كبارنا وشيوخنا. نعم. الرواد. نعم. ان هو مش هيلجا ولا هيضطر ولا حد هيستغله بعد كده فكرة انه يحصل على عقد صفري من اجل ان هو يحصل على البدل. هل سيادة النقيب اتكلمت مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولة او الدكتور محمد وزير طبعا احنا كنا كلكم هناك النهارده. كنا كلنا، فالموضوع انتهى، وكله طبعا لجينا من بني سويف على طول لان الناس خرجوا بسرعه. حاولت التواصل مع يعني وزير الماليه بس تليفونه مغلق طول الوقت. مصر كلها بتكلم وزير ماليه النهارده. فهو غالبا قفل التليفون.
او يعني مش عارفين كله بيتكلم وزير الماليه بعد القرارات، كله بيتكلم وزير الماليه طبعا، لان طبعا القرار اثار طموحات كبيره لدى الصحفيين، يعني كان في قطاع جانب كبير من الصحفيين زي ما قال حضرتك اللي هو بيعتمد في جزء منه على من حياته على البدل، البدل بقى جواه يعني يتمنى، وكل ارقام ودلوقتي في بورصه ارقام ان يا ترى هيبقى من 3500 ل 4 ولا هيبقى، ولا هو البدل القديم اللي وتم وبس الجديد في القواعد ولا، يعني بقى في جدال طول الوقت داخل الجمعيه العموميه. طبعا الطموح الاكبر ان يبقى يحصل تحريك في البدل زي ما حصل في كل القطاعات اللي هم اصحاب المعاشات. ممكن ده يكون بدايه تحريك ملف الاجور الصحفيين، احنا بنتكلم على 10,000 واحد مش بنتكلم على مليون. طبعا انا عشان كده احنا تمسكنا في البيان بضروره ان المؤسسات تلتزم كلها على الاقل بال 4,000، وما حدش يقول لي ده قطاع عام ومش قطاع عام وقطاع خاص، لان الحقيقه ان ده الحد الادنى اللي هو للعماله غير الماهره. فاحنا دلوقتي بنتكلم على حد ادنى للصحفيين 4,000 جنيه. نعم. في يعني دائما في هناك وهم كبير كده زي ما حضرتك كنت بتقول ان الصحفيين كلهم اغنياء ومرتباتهم ضخمه، الحقيقه ده مش موجود. نعم. مش موجود خالص، الحقيقه ان قطاع كبير من الصحفيين البدل بقى القطاع الرئيسي من الصحفيين، كل الصحفيين هي مجموعه الأغلب. مجموعه بسيطه بس بالظبط، الاغلبيه العظمى من الصحفيين دخولهم مش كبيره ومحدوده، وبعضهم دخله هو البدل. صحيح. فعلى الاقل يعني طبعا الطموح ان هو اللي كتير بيفكر فيه ان احنا يبقى زي الحد الادنى 4,000. لكن هي لفته طيبه من السيد الرئيس بصراحه. طبعا طبعا طبعا. نعم. طبعا ده اكيد ومؤكد. والفكر بص حضرتك كل شيء، كل قرار يرفع يعني عن كاهل المواطنين جزء من عباء الازمه الاقتصاديه هو قرار لابد ان يقدر. لا والنهارده يعني دعم كبير جدا للقرارات بالظبط. فاحنا دلوقتي كتير بس من زملائنا بيلتمس ان هم يبقوا جزء من هذا الاطار العام النهارده، ويبقى الزياده يعني هم بيعملوا تكون دي زياده مطبخه، مش زي ما البعض بيحاول دلوقتي يقول لا ما تصوروش. ورغم كده انا بقول لحضرتك ان القرار فيه جزئين، الجزء الاولاني اللي انا بقول لك عليه اللي هو بتاع اللي هو لكل الاعضاء المقيدين، وده المهم ده تطبيقه، احنا بنطالب الحكومه بالالتزام بتطبيقه هذا التوجيه، ده مهم جدا. اكيد هيلتزم التوجيه رئاسي. يعني ساعات يحصل حاجات غريبه يا استاذ احمد، ساعات بيحصل حاجات غريبه ان مثلا ايه القواعد صرف البدل محتاجه تغيير. طيب يا سياده النقيب دلوقتي عندنا زملاء الجزء الثاني المهم تحت التدريب اللي هو ال 4,000. ال 4,000 تطبق كحد ادنى طبعا، ونتمنى يبقى جزء من الموضوع المؤقتين طبعا زي ما حضرتك بتتكلم. طيب احنا بنامل ان ده يمتد بقى كمان، ان عندنا قطاع كبير من المؤقتين داخل الصحافه القوميه. ايوه هو ده بالظبط، قطاع كبير من المؤقتين داخل الصحافه القوميه. يعني اعطوا للصحافه القوميه من اعمارهم وبتعتمد عليهم بشكل رئيسي. صحيح. في المواقع، وهم يعني هم اللي صحيح من تطوير المواقع. نعم. هم هناك فرصه الان لانهم يعينوا وياخدوا، اعتقد ان من حقهم انهم يعينوا، وده جزء كمان نتمنى ان يكون جزء من مطالب زملاء الصحفيين، لان دول لهم حقوق حقيقيه، دول بيبذلوا جهدهم. صحيح. دول صحفيين حقيقيين، بعضهم في المؤسسات لفتره طويله جدا اثناء كبير من عمرهم، بس ما تعينوش طبعا ولم يعينوا. صحيح. بعضهم من اكثر من 13 و10 سنوات. والاقل فيهم على يعني 6 سنوات. نعم صحيح، داخل المؤسسات. نعم. فدول طبعا يعني نتمنى هيكون ضمن اولوياتكم. طبعا ده مطلب رئيسي وكتبناه كمان في بيان النقابه النهارده. طيب ومطلب رئيسي من المطالب اللي رفعناها للحوار الوطني لما شاركنا في الحوار الوطني، ده كلها مطالب هناك فرصه حقيقيه يعني لارسال رسائل متعدده للصحافه ان احنا هناك خطوات وهناك اهتمام بالغ بيها. طيب معلش اشرت للحوار الوطني، هل كان احد المطالب الحوار الوطني اللي هو الخاص بالصحفيين وبدل تكنولوجيا؟ احنا لا، كنا ضمن رسائل اخرى ارسلناها. أيوة. بعد الانتخابات، وكنا طلبنا بيه ان 600 جنيه يبقوا 1000 جنيه وقتها قبل اقرار ال 600 وقبل صرفها. وارسلنا ده للماليه، وارسلناه وانا على حد علمي تم رفعه من الماليه لرئاسه الوزراء، ومن رئاسه الوزراء اعتقد تم رفع التوصيه يعني لدراستها من خلال الرئاسه، وده حصل خلال الفتره الماضيه. بس في الاخر
انا ما اقدرش اتكلم على قرار على ملامح القرار الا لما تبقى في ايدي يا صلاح. ولا يعني صحيح صحيح، ولا توقعات انه ممكن يبقى الصرف امتى، اكتوبر نوفمبر ولا لسه؟ لغايه دلوقتي ما اعرفش طبيعه، يعني احنا دلوقتي في تواصل مع الحكومه عشان ليه معرفه يعني كيفيه تطبيق القرار، لمعرفه موعد تطبيقه، لمعرفه حدود تطبيق القرار عامله. استاذ خالد بلتشي نقيب الصحفيين، بشكرك شكرا جزيلا وكل التحيه لحضرتك، تعالوا نتابع.